أنا معكم جاد مهنا، بتمنى تكونوا انبسطتوا بأغنية أنا قلبي عليك لزياد برجي. ضلكم وقفوا الفيديو وعيدوا، بتصور شرحت كفاية. انتبهوا وقت غلط شوي صغيرة بالنوتات، هي مش قصة هول ما بنسميهم أغلاط، بس بالأغاني الشرقية تاني لعبوا على البيانو. هلا قريبا إن شاء الله، يعني قريبا نزل برنامج شوي للمتقدمين أكتر، عم بضطر اعزفهم بطريقه بدائيه لانه اللي عم يتعلم بعده الغنيه من جديد وكذا ما في كتير حرك طبيعي على طريقه البيانو مزبوط، لانه بالاصول بالشرقي لا، بس نلعب على البيانو ما بنلعب نفس النوتات اللي عم بيغنيها المغني. في بنعمل اربيج، بنعمل اكوريت، بنحرك، ايام بنلعب ايام لا، ايام كذا، ايام بنزيد. بس اذا بدي اعملهم هلا هول صاروا لل advanced. سو مشان هيك بصير نبش تيري يعني بتكون يعني اذا بتلاحظوا بدون العرب الغنية كتير كتير بسيطة، يعني مثل واحد اخر شي عم يفتش كم مرة عم بيكبس الكبسة، بس هي بتستفيدوا فيها بالاكوريت، بتستفيدوا فيها كيف عم تحركوا الغنية، وبتعرفوا تحطوا الاكوريت على اصولها. والمبتدئين واللي عم بيوصل لمرحلة متوسط هيدي غنية عم تنضاف على الريبتوار تبعكم. بدي اذكركم ما تنسوا تشتروا البرنامج تبعولي، لانه فيه شرح كتير دقيق عن 16 غنية، فيه 16 تقنية لفصل الحواس للاكوريت للجامات، كيف نلعب الاكور، كيف نلعب بطريقة غربية، كيف نحرك الصبية. كتير برنامج كتير مهم. اوكي، موجود على السايت، دغري بتفوتوا كليك اون سترايب وبتشتروا البرنامج. اذا حدا من اللبنانية عم يحضروني اللي ساكنين جوات لبنان، بعرف الوضع صعب لانه نحن هلا ما فينا نستعمل كريدت كارد، ووضعنا بالدولار ما بيسمح. سعر خاص للبنانيين اللي عم بيسمعوني ضمن لبنان، اوكي، عبر الاو ام تي. اوكي، بتحكوني على الايميل او على رقم تليفون اللي موجود على الديسكربشن بوكس. بالنسبه لكل اللي ساكنين برا، البرنامج موجود على السايت. ما لكون انبسطتوا، يلا انطروني بغنيه جديده. قريبا رح نزل سري 10 تقنيات للعزف الشرقي، خاصة بس نلعب بصوت الأكورديون. اوكي، هاي بتصور رح تفيدكم كتير. هذا رح يكون مثل برنامج صغير، وعم نحضر مرحلة للسنة الأولى الكاملة مع بريمير أنادو بيانو. كيف نقرا النوتة، يعني كأنكم عملتوا سنة تحضيرية بكاملها، يعني حوالي 30 40 او 50 تمرين. رح تشوفوا هو ذاته الكتاب يحو وراي. اوكي، ما بريمير اني دو بيانو، يعني اول سنه البيانو كيف نتعلم فيها البيانو بالنوتة مزبوط. يلا بنشوفكم بفيديو جديد. باي باي.